لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين. الأخوة الأعزاء، أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هناخد المحاضرة السابعة من Course on English Grammar. إن شاء الله النهاردة هندرس نوع جديد من الأزمنة اللي هو Future Tense. أخدنا أول حاجة Present Tense، أخدنا Present Simple، Present Continuous، Present Perfect، Present Perfect Continuous، وأخدنا Past، أخدنا Past Simple، Past Continuous، Past Perfect، Past Perfect Continuous. النهاردة بقى إن شاء الله هنبدأ في Future Tense. هناخد الـ Simple وهناخد إن شاء الله الـ Future Continuous. أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم جميعا. بإذن الله إن شاء الله بكرة، أكيد أنا قلت الخبر ده المحاضرة اللي فاتت، بكرة إن شاء الله الساعة 11 أول محاضرة لنا في كورس الترجمة Translation. أيوة، يبقى أنا قلت الكلام ده. اوكي، ان شاء الله في كورس الترجمة هنبدأ نطبق اللي اخدناه في القاعد او كورس الجرامر. عملي بقى ازاي نترجم من عربي لانجليزي. الساعة 11، الساعة 11 كم محاضرة؟ لا ده هنبدأ بقى من ما نخلص بقى، لان الترجمة مجالها كبير، الترجمة مجالها كبير. هيكون حوالي 25 محاضرة، هيكون حوالي 25 محاضرة من عربي من عربي الانجليزي ومن الانجليزي العربي كده وكده. اوكي، let's start our course today. نبدأ ان شاء الله محاضرة النهاردة. Today we will learn about future tense. The first tense and future tense is the future symbol، المستقبل البسيط. اوكي، يبقى المستقبل future tense. You will talk about something will happen in the future. Will happen in the future، لما نتكلم عن حاجة بقى هتحصل في المستقبل هنستخدم ايه؟ future symbol الفيزيك فورم بتاعه subject plus will plus will، present form او infinitive، present form او infinitive. يبقى استخدم فعل will زائد مصدر الفعل. اوكي، شوف كده quick example. I will clean up my room. I will clean up my room. أنا سأنظف حجرتي. I promise، أنا أوعدك. تقدري تحمليه، موجود على اليوتيوب بس لسه لما يجهز. أوكي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة ياسمين معايا؟ اهلا بيك. subject will verb plus infinitive المصدر. I will clean up my room. I promise. سأنظف حجرتي. أي أوعدك بذلك. promise يعني يوعد. The telephone is ringing. I will pick it up. التليفون بيرن. سأيه أرد إيه عليه، سأرده عليه. I think
it will rain. I think it will rain. أعتقد أنها إيه؟ ستمطر. rain يعني تمطر. I think أعتقد it will rain. He will stay there for hours. He will stay there for hours. سيبقى هناك for hours لساعات. لعدة ساعات. doing nothing لا يفعل ايه شيء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اوكي. the future caused in many situations such as when making promise or predictions. يعني احنا عندنا الفيوتشر will نستخدمه في ايه؟ في اكتر من استخدام. يبقى استخدامات future with will ممكن اقول ايه؟ استخدمه في البروميسز الوعد. لما اجي ادي ايه وعد، يعني مثلا لما اقول لواحد ايه I will buy you a new mobile. I will buy you a new mobile. I promise you. صوت في صدى صوت. طب عند الجميع صدى؟ في صدى صوت عند الكل؟ اوكي. promise زي مثلا لما اوعد ابني او اخويا الصغير اقول له ايه انا هشتري لك موبايل جديد انا وعدك. يبقى اقول له ايه I will buy you a new mobile. I promise. يبقى استخدامات ايه في الوعد. predictions. predictions تنبؤات. لما اجي اتنبأ بحاجة مثلا عايز اقول مثلا ايه اعتقد ان احمد هيجي بكرة أو هيوصل بكرة. يبقى أقول إيه؟ I think أحمد will arrive tomorrow. I think أحمد will arrive tomorrow. أوكي؟ ده بالنسبة للوعد والتنبؤات. ده بالنسبة للسلايد الأول. يبقى أول بنستخدمها في الـ prediction والـ promises. في كمان استخدامات promises زي ما قلت وعد. unplanned actions. unplanned actions احداث غير مخطط ليها. يعني انا حاجات مش مخطط ليها فبستخدم will. زي مثلا انا مش مخطط ان انا ايه هروح النادي بس عايز اقول ان انا هروح النادي بس انا مش مخطط هقول ايه I will go to the club. I will go to the club. تمام. حاجات ايه بالصدفة مش مخطط ليها. predictions based on experience or intuition. experience or intuition تنبؤات قائمة على خبرتي يعني بالصدفة. or intuition أو الحدس بتاعي الحاسة بتاعتي يعني حاسس إن هتحصل فبستخدم will. habits عادات usually habitual حاجات بتحصل عادة. أما بقى عندي حاجة تانية بستخدمها في المستقبل going to. going to نخلي بالنا في فرق بين will و going to. اوكي. going to you can also use going to express future. ممكن استخدم going to مع عبارة عن المستقبل بس في فرق بستخدمها انت. we use it to express predictions based on observing the present situation. حاجات قائمة على حاجة بتتم ملحوظة دلوقتي. يعني انا بتنبأ بس في دليل. تنبؤ بدليل. prediction with evidence. prediction with evidence. تمام. زي مثلا ايه it's going to rain. It's going to rain. Look at the clouds. دي هتمطر. انظر إلى السماء كده. يبقى السماء فيها سحب. يبقى هتمطر بقى هقولها ب going to لأن في دليل. تنبؤ بدليل. أوكي؟ يبقى will تنبؤ على حسب إيه خبرتي. ما صدفة من غير دليل. لكن إيه going to تنبؤ بيكون قائم على دليل. قائم على إيه؟ دليل. أوكي؟
ونخلي بالنا going to حاجة اوكي هتحصل، حاجة هتحصل وعليها دليل كمان، عليها ايه دليل، تمام. نخلي بالنا بقى في going to لازم يبقى قبلها verb to be in the present simple، تصريف verb in the present simple يعني ايه؟ يعني بستخدم am او is او are. شوفها كده على الوايت بورد، going to going to، هنا بيجي بعدها المصدر، تمام، زي ما قلنا بنستخدمها ايه، تنبؤ بدليل، زي مثلا بقول I think it، I think it، it بقى لازم استخدم verb to be. طب it بيجي معاها ايه؟ is. it's going to rain، it's going to rain. اوكي، بقول بقى الدليل، وممكن اقول ايه الدليل في الاول عادي، مفيش مشكلة. The sky is dark، السماء ايه مظلمة، ده الدليل بتاعي. I think، اعتقد ان it's going to rain، هتمطر. The sky is dark، السماء ايه مظلمة، تمام. او ممكن اقول the sky is dark، I think it's going to rain، وممكن ما اقولش I think it، يعني ممكن اقول it's going to rain، the sky is dark، تمام. هو مجرد ايه تخمين، بس بيكون بدليل، حاجة هتتم وعليها دليل، تمام. Being going to is another form to express future. We mainly use it to talk about planned actions or to make predictions. Only make predictions بس with evidence. Make predictions with evidence، عليها ايه دليل. ايه بقى planned actions؟ حاجات انا خططت ليها وهتتم، تمام، حاجات خططت ليها ايه وهتتم، زي مثلا ايه بقى، زي مثلا لما اقول I am going to visit my uncle next Friday. I'm going to visit my uncle next Friday. أنا هزور عمي يوم الجمعة إيه اللي جاية. ده بقى إيه؟ Planned actions. Planned actions. حدث مخطط لي. Planned action. اوكي، خلاص انا خططت، يبقى ايه استخدم going to، ما استخدمش ايه will، لان will دي حاجه ايه صدفه، تمام. ده بالنسبه لايه، I'm going to attend Mr. Kamalik Charles tomorrow. اوكي، صح كده، تمام تمام استاذه جودي، تمام. حاجه ايه خلاص هتتم وخططت ليها، ان انا احضر لها مثلا وهعملها. future symbol بقى future symbol versus going to، المستقبل البسيط مع going to بقى، الفرق بين ده وده، future symbol و going to، زي ما قلنا. be going to في الأول بقى form is very similar to the future symbol، متشابه مع مين؟ مع ال future symbol. Both forms can express prediction. الاتنين بيعبروا عن ايه؟ تنبؤات. احنا قلنا هنا تنبؤات وهنا ايه؟ تنبؤات. بس في الـ future symbol اللي هو will، تنبؤات بس ما عليهاش اي دليل. اما بقى ايه؟ going to تنبؤ بدليل. future with evidence.
However, those predictions are not مش شبه بعض هما الاثنين طبعا. نشوف بقى ايه حاجات تانية بتفرق بين will و بين going to. You can read about the difference between the two here. أول حاجة will and going to are the two most common ways of expressing the future. أشهر حاجتين بستخدمهم علشان أعبر عن المستقبل. While they are similar in many aspects, أحيانا بيبقوا متشابهين بس في there are three differences. في بقى تلات اختلافات. ايه بقى التلات اختلافات؟ نشوف كده. بالنسبة لل predictions، تنبؤات predictions، predictions expressed by will، التنبؤات اللي بستخدم معاها will are based on your intuition and experience. حاجات بستخدم زي ما قلنا الحدس او البديهة بتاعتي وخبرتي، مش قايمة على دليل، تمام. اما بقى predictions expressed by going to، التنبؤات اللي بعبر عنها going to are based on what's happening at the present moment، قائمة على حاجات بتتم او حاجة شايفها قدامي دلوقتي. اوكي. اتنين بقى going to usually refers to the near future. بستخدم going to علشان اتكلم عن حاجة قريبة هتتم فين في المستقبل، near future، تمام. يعني لو عايز اتكلم عن حاجة انا بنفسي، حاجة هعملها بعد شوية، انا همشي مثلا، عايز اقول ايه، انا همشي بعد ساعة، I am going to leave after an hour، انا همشي بعد ساعة. رقم واحد predictions، تنبؤات، ماشي يا محمد تحت امرك. بالظبط كده، no evidence with will، بالظبط كده. اول حاجة تنبؤات، انا الاثنين بستخدم will و going to في تنبؤات. طب اتنبأ will استخدمها امتى و going to استخدمها امتى؟ will are based on your intuition، بستخدمها عن حاجة ايه، حس او بديهة عندي، ما عنديش دليل ليها، ماشي، ما عنديش اي دليل. يعني ممكن اقول ايه، it will rain، هتمطر، تمام، وهي مش هتمطر لان مفيش دليل عندي، او an experience، او بالخبرة بتاعتي، او انا بتنبأ بحاجة كده ليه غير مؤكدة، بالظبط كده، حاجة ايه مش قصدها. expressed by going to، التنبؤ بقى مع going to are based on what's happening at the present moment، بتكلم عن حاجة هتتم وقايم عليها دليل، في حاجة قدامي دلوقتي، حاجة اللي هتتم دي، تمام. based on يعني قائم على، قائم على أساس شيء معين، تمام. going to بقى برضو زي ما قلت usually refers to the near future، بستخدمها عشان اعبر عن المستقبل. انا تحت امر حضرتك يا فندم، تحت امر حضرتك. بستخدمها بقى عشان ايه، اعبر عن near future، حاجة هعملها قريبة. اعادة محاضرة التدريب على الاستماع الانجليزية، اعداد محاضرة استماع، والله فكرة حلوة، فكرة جميلة. انا كنت بفكر اعمل ريدنج، محاضرات ريدنج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هشوف بقى وقتي وهعمل ريدنج وليسنينج. اوكي، بس هتستحملوني يعني الاسبوع كله كل يوم محاضرة؟ انا تحت امركم. ماشي، اوكي، ماشي، هحاول ان شاء الله اعد ايه، محاضرة للريدنج، محاضرة للليسنينج. اوكي، ماشي، تمام، ان شاء الله نتعلم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يخليكم. تمام، نرجع لمحاضرتنا، وانا هخلي في 10 دقايق اللي عنده اقتراح يقوله. الفوناتكس بالمرة. ماشي، ان شاء الله نتكلم في اخر المحاضرة بس. اوكي، ماشي. refers to the near future، حاجة قريبة هتحصل، يبقى لو عايز اتكلم عن حاجة قريبة اتكلم ب going to، تمام. مثلا I am going to visit
my friend، انا هزور صاحبي. يبقى انا هطلع دلوقتي هزور ايه؟ while well. لكن will بقى doesn't refer to any specific moment، ما بتدلش على اي حاجة هتتم، ومش بحدد الزمن، مش المستقبل. اوكي future حاجة ايه؟ هعملها بس مش محدد زمانها امتى. it may sometimes concern very far future، ممكن تعبر عن حاجة ايه بعيدة جدا، معرفش ايه هتحصل امتى. نيجي بقى الفرق intention. intention يعني النية او القصد. this is a subtle difference، اختلاف حاذق او ماهر، ماشي. but it is noticeable، من الملحوظ بقى ايه if someone use the going to form، لو حد بقى استخدم going to، the person is often talking about his or her intention. يبقى انا لو اتكلمت ب going to يبقى انا بعبر عن نية، بعبر عن ايه؟ نية، حاجة ناوي اعملها، تمام. ده بالنسبة لايه going to. in other words، بمعنى اخر بقى، there is an emphasis on the intention of doing something، انا عندي بقى تأكيد ونية اكيد ان انا هعمل الحاجة دي. يبقى استخدم going to لما اكون بقى عايز اتكلم عن حاجة هعملها وعندي النية ونية اكيدة ان انا ايه هعملها. كده عرفنا الفرق بين will و going to. يبقى will بستخدمها عن حاجة هتحصل بس ما عنديش عليها اي دليل، على ايه بقول الكلام ده هيحصل؟ على اساس الانتويشن، البديهة بتاعتي او توقعاتي انا، an experience والخبرة. اما going to حاجة بقى هتحصل وقايمة على دليل، و going to بستخدمها برضو للمستقبل القريب near future. اما بقى will بتشير لمستقبل مش محدد زمنه، doesn't refer to any specific moment، حاجة ايه معينة ممكن تبقى بعيدة. going to بستخدمها بقى لما اكون ايه بتكلم عن my intention، يعني النية بتاعتي، حاجة ناوي اعملها ونية اكيدة كمان، تمام. نشوف بقى استخدامات تانية. planned actions، intentions، احداث مخطط ليها، ونوايا، like in the present continuous. الله، ايه ده؟ المضارع المستمر. لو تفتكروا في محاضرة المضارع المستمر انا قلت ان هو بيعبر عن ايه؟ future with intention، مستقبل ماشي بنية. اوكي. predictions، prediction based on observing the present situation، حاجات هتتم وزي ما قلنا عليها ايه دليل. نشوف بقى استخدام will. use will to express predictions based on experience or intuition زي ما قلت. شو بقى جديد ده؟ sometimes you may encounter the form gonna. ايه gonna ده؟ لو تفتكروا بقى اللي قال لي عايز اتعلم امريكان، الامريكان بيقولوا بقى بدل going to بيقولوا ايه gonna، gonna، اللي هي going to، بتنطق gonna. لو عايز اقول مثلا I am going to visit my uncle، بقول ايه I gonna visit my uncle، I gonna visit my uncle. اوكي. لا احنا بناخد بقى الفصحى العامية، انا بقول لك دي معلومة يعني. اوكي. زي جونا، وان تو، وان تو بيقولوها وانا، وان تو بيقولوها ايه وانا، تمام. جونا is informal so be careful when using it. لازم نبقى ايه حريصين لما بنستخدمها، لانها ايه informal، لغة غير رسمية اللي هي اللغة العامية، تمام. worth knowing بقى نشوف حاجة لازم نعرفها. you should avoid combining going to with motion verbs. لازم بقى نتجنب استخدام going to مع الموشن فيربس. ايه نفع الموشن فيربس ديت؟ زي walk،
ماشي، ووك فعل ووك يمشي، الأفعال اللي فيها حركة، الأفعال اللي فيها إيه؟ حركة. ما استخدمش معاها إيه؟ going to. إيه بقى نستخدمه بقى؟ زي come and go. come and go. ما أقولش I'm going to go. I am going to go. لأ، هتبقى إيه؟ مختلطة شوية. بستخدم present continuous، المضارع المستمر. بستخدم ايه؟ المضارع المستمر. يبقى بقى go and come وافعال ايه؟ الموشن الحركة. بستخدم ايه؟ المضارع المستمر present continuous. تمام؟ شوف بقى، زمن المضارع المستمر زي ما عرفنا بيتكون من am او is او are. ده بالنسبة لإيه؟ going to، تركيب going to بيبقى فاعل subject، بعد كده is أو are أو am، و going to، going to، وال verb في الإنفينيتيف. تمام؟ This team is definitely going to win the competition. أنا متأكد بقى، عندي إيه؟ أكد. الفريق ده بالتأكيد definitely سيفوز بـ competition، المسابقة. تمام؟ I'm going to visit my grandma next week. أنا هزور grandma جدتي الأسبوع إيه القادم. ده الاستخدام إيه الأول زي ما قلنا، اللي هو إيه intention، النية. Sheila is going to give birth in a couple of weeks. ده هنا أكيد بقى، تنبؤ بدليل هي حامل، فهتنجب طفل في خلال أسبوعين. نيجي بقى لإيه؟ الاستفهام بـ going to. استفهام بـ going to. بقول بقى استخدم is أو are. is أو are. بعد كده السبجكت الفعل. بعد كده ايه going to، إيه بعد كده الفعل في المصدر infinitive المصدر. تمام؟ زي ايه؟ is he going to apologize to Mary for his behavior؟ هل ينوي الاعتذار لماري على تصرفاتها او تصرفها او سلوكها؟ is the USA going to close down military bases in Western Europe؟ هل الولايات المتحدة تنوي أن تغلق القواعد العسكرية في غرب أوروبا؟ I can see dark clouds. أستطيع أن أرى إيه؟ سحب. Go. Go يذهب. Take يأخذ. Go يذهب. Take يأخذ. I can see dark clouds in the sky. أستطيع أن أرى إيه؟ سحب سوداء أو مظلمة في السماء. Is it going to rain؟ هل هتمطر؟ هنا تأكيد هنا، فبسأل. بسأل برضو إيه؟ بتأكيد. تمام؟ في الجدول بتعبر عن ايه؟ اللي هي ايه حضرتك؟ اوكي، لو في اسئله قولنا نخليها لاخر المحاضره. ده معاني كتيره، بس هنا معناها مظلمه. نيجي بقى للنفي. نيجي ايه للنفي؟ لما اجي انفي going to بقى، بستخدم not قدام is أو are أو am. ماشي، فبجيب الفعل isn't أو aren't أو am not. تمام؟ going to. going to. بعد كده الفعل في المصدر go أو take. go أو take. ده هنا مثال للفعل، كمثال. زي مثلا ايه؟ the government. government يعني ايه؟ الحكومة. is not going to lower the taxes.
لن تنوي أن تخفض الضرائب. نرجع نكمل محاضرتنا. اوكي الصوت تمام. تمام يبقى في النفي بستخدم ايه زي ما قلنا؟ not. سهل جدا. I'm going to. نشوف بقى استخدام use promises. اول استخدام بقى للfuture simple. نرجع بقى للfuture ايه simple اللي هو باستخدام will. احنا كنا بنتكلم عن going to، الفرق بينها وبين ايه will. نشوف بقى استخدامات will بالتفصيل. will plus infinitive او will will must. اول حاجة زي ما قلت the first use of the future simple to make promises. علشان ايه؟ اقدم وعد. اقدم ايه وعد؟ اوعد شخص. بقول له I promise I will buy you this toy. انا بوعدك ان انا هشتري ايه هذه اللعبة. وعد. Promise you will never leave me. وعدك ماشي لن يفارقني. مش هي هيسيبني. الوعد ده مش هيسيبني. تمام؟ يبقى بستخدمها لل promise الوعد. لما اجي اوعد حد اقول له ايه؟ I will، وبقول له الحاجة اللي وعدوا بيها. تمام؟ used to unplanned actions. unplanned actions احداث غير مخطط ليها. تمام؟ حاجة مش مخطط ليها اعملها كده ايه؟ بقولها اعملها وممكن ايه ما اعملهاش. use this tense also to talk about unplanned actions. spontaneous action. spontaneous decision. spontaneous ايه؟ decision. spontaneous يعني عشوائي او بالصدفة. حاجة ايه مش مخطط لها. قرارات ايه مش مخطط ليها. don't worry. حاجة ايه عشوائية تلقائية. don't worry لا تقلق. I will help you with this problem. انا هساعدك في المشكلة. انا هخطط. مفيش تخطيط هنا. بقول له انا هساعدك من غير، مش عايزة تخطيط. تمام؟ I will close the window. I will close the window. It's starting to rain. أنا هقفل إيه؟ الشباك. بدأت تمطر. يعني مش عايز تخطيط، قفل الشباك. مش عايز إيه؟ تخطيط ولا نية. هقفل الشباك خلاص. هقفله. I will open the door. سأفتح إيه؟ الباب. أوكي؟ حاجات هتحصل إيه؟ من غير تخطيط. يبقى عندي promise unplanned actions. use 3 predictions. predictions تنبؤات. بس زي ما قلنا تنبؤات ايه؟ قايمة على خبرتي او البديهة. تمام؟ we often use the future symbol when making a prediction. based on experience or intuition. قايمة على ايه؟ خبرتي. تمام؟ والبديهة او حدسي. انا حاجة بالبديهة كده. it will rain in a moment. هتمطر في لحظة او بعد لحظة. ده ايه ده؟ حاجة تنبؤ كده. بديهي. تنبؤات بدون دليل. هي A prediction without evidence. It will get more difficult. It will get more difficult. هتبقى ايه؟ صعبة. تمام؟ نظام تخمين. بالظبط يا استاذ عصام، تخمين. use for habits. العادات. في حضراتكم كان حد بيقول لي عايز مثال لايه؟ للعادة. انا هقوله دلوقتي. تمام؟ The last use of the tense is interesting. آخر حاجة بقى حاجة شيقة. We can also use symbol to express habits. استخدمه لما أكون بعبر عن عادة. She will bite her lip if she is thinking or if she nervous about. She will bite
هتعض بقى ايه يور لاب شفتها، هي ايه هتعض شفتها عادي عندها ان هي هتعض ايه، هي اول حاجه ايه ضايقتها، بخمن بقى ماشي. يعني مثلا في شخص بيعمل ايه العاده ديت هيعملها، فلو قلت حاجه ضايقته فاقول اهو هيعض ايه شفايفه ماشي، لانه هيغضب لان هي اصلا عاده فيه، وانا قلت حاجه فهقول ايه هو هيعض ايه شفايفه لانه ايه if he is thinking تمام، لو فكرت or if she is nervous about لو متعصبة حاجة هتحصل بقى. هنشوف جملة تاني، she will always make noise، she will always make noise when we are sleeping ونحن ايه نائمين، سوداء واحنا نايمين. الصوت مش واضح، طب هو مش واضح عند الجميع؟ ده المشكلة عندك يا أستاذ محمود. يبقى إيه؟ He will always make noise when we are sleeping. هي هتعمل دوشة وإحنا عادة فيها بقى، فأنا بقول إيه؟ إحنا هننام وهي هتعمل دوشة، متعودة تعمل كده تمام. أدي إيه؟ معنى العادة، لما أكون بتكلم عن عادة، حاجة هتحصل لما في حاجة ايه تحصل تاني، انا بقول كده. نيجي بقى لحاجة تانية بستخدمها في المستقبل، shall. shall دي زي will، هي shall بتستخدم مع I و we، shall بستخدمها مع I و we. برضو you can also use shall to express future، ممكن نستخدم shall علشان نعبر عن المستقبل in future simple. كيف المستقبل ايه البسيط، it's more formal than well، هي اكثر لغة رسمية من well، and usually appears in formal speeches، بنستخدمها فين؟ في الخطب الرسمية، agreements الاتفاقات، or guarantees او الشهادات. The guarantee shall be provided on the following conditions. لما نجي بقى نقرا حاجه، يتم منح سيتم منح الشهاده بشرط او بالشروط التاليه، هنا اللي هي الصيغه القانونيه، الحاجات اللي هي الصيغه القانونيه اللي بستخدم مستعمل، بستخدم shall. اوكي، الرسمية والقانونية اللي هتشوف بقى استخدامات تانية للشل. معلش الصوت النت بيقطع عني شوية، الصوت كده واضح؟ اوكي، نبدأ بقى عن going to المحاضرة كلها النهاردة، المستقبل كله شبه بعضه بس في فروق بسيطة زي ما قلت كده. Going to for intentions، بستخدم going to للنوايا بقى. Going to can be used for future plans، خطط مستقبلية that at the moment of speaking، ممكن تكون في لحظة ايه الكلام، have already been decided، انا قررتها بالفعل، يعني حاجه انا قررت اعملها دلوقتي حالا بالفعل وخططت ان انا اعملها، بستخدم going to. زي مثلا ايه، I'm going to read this book، انا ناوي اقرا الكتاب ده. ليه بقى؟ That's why I have bought it، انا ايه استعنته، يبقى انا كده لازم ايه اقراه، going to read this book، ان هو معايا كده واستعنته وخليته معايا، يبقى انا خلاص كده ناوي ايه اقراه تمام. going to for predictions، so I'm going to للتنبؤات. going to is used to predict future events، going to بستخدمها علشان ايه اتنبأ بحاجات احداث في المستقبل which are very near، قريبة جدا.
This uses impersonal حاجة غير شخصية independent of the speaker's opinion المتحدث الشخصي حاجة شخصية بالنسبة لي ليا أنا تمام؟ لما كنت ناوي أعمل حاجة شخصية ليا بستخدم I'm going to There is usually a sign of the future events in the present وفي علامات للمستقبل في الوقت إيه؟ الحاضر مثلا لما أقول I am going to faint أنا هيغمى عليا I am going to faint سيغمى إيه؟ عليا It's hot and I am already feeling sick ده حاجة فيا أنا بقى أنا حرمان وحاسس بعياء فلما أكون حرمان وحاسس بعياء يبقى أنا إيه؟ I am going to faint حاجة هتحصل لي Look at the clouds انظر إلى السفن It's going to rain تنبه هنا الدليل حاجة دليل She is going to fall asleep أنا شايف شخص قدامي خلاص قاعد إيه؟ مش قادر يقاوم النوم فبقول إيه؟ She is going to fall asleep ستنام أو سيغلبها النعاس تمام؟ ديت الـ predictions والـ intentions هناخد بقى حاجة غريبة جدا النهاردة يمكن قلتها في الـ present simple الـ present simple tense اللي هو زمن المضارع البسيط express future قلتها بيعبر عن المستقبل لما قلنا ايه time table او schedule time table اللي هي جداول المواعيد اللي هي ايه ثابته تمام we can use the present simple tense for future events which we cannot control حاجات هتحصل مش متحكمين فيها ثابته في جداول المواعيد زي مواعيد ايه الاجتماعات مواعيد الطيارات والقطارات مواعيد الاجتماعات اللي هي ثابته ما بتتغيرش او حاجات هتتم بالفعل فين في المستقبل زي مثلا her mother مامتها او والدتها retires in 2 years ستتقاعد هنا معناها ايه تتقاعد في خلال عامين يبقى هي خلاص بعد سنتين هتبلغ سن ايه القانوني للمعاش وهتطلع ايه معاش هنا present simple لان حاجه فعلا هتتم ايه في المستقبل مترتب ليها Christmas Eve عيد الكريسماس is on a Tuesday this year هيبقى يوم الثلاث السنة دي هو خلاص يوم الثلاث الكريسماس حاجة ما اقدرش اغير فيها حاجات ما اقدرش ايه اتحكم فيها ولا اغيرها Next week has his operation then he goes on holiday then he goes ايه on holiday الاسبوع اللي جاي عنده عملية خلاص اتحدد ميعادها بعد كده هيروح ايه في اجازه اتخطى the last plane to Zurich او زيوريتش هي عندنا زيوريخ زيوريتش اخر طائره لزيوريتش leaves at 2020 هتطلع الساعه كام 20 و20 دقيقه هنا جدول المواعيد ثابت 20 اللي هي الساعة 8 الساعة 8 وتل جداول ايه مواعيد سبت ما اقدرش اغير فيها ده بالنسبة لل present simple طب هي الصورة مش شغالة عند الجميع ولا الصورة شغالة يعني عندكم يبقى في مشكلة عند حضرتك يا استاذ ايمي تمام عرفنا كده ال present simple to express future تمام present continuous to express future زمن المضارع البسيط المستمر بيعبر هنا عن مستقبل واكيد قلناها لما شرحت present continuous نراجع عليها كمان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ مصطفى اهلا وسهلا present continuous to express future المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل The present continuous tense can express fixed social or travel arrangements حاجات بقى ايه محددة تمام
ورحلات مرتب ليها ومخطط ليها for the future. يعني ايه؟ مثلا حاجات خلاص انا ايه هعملها ومرتب ليها. Note that you need to use time expression for some reference to future. لازم استخدم ايه؟ time expression، تعبيرات عن الوقت، حاجة بتعبر عن وقت في المستقبل، حاجات ايه او كلمات تشير للمستقبل. Otherwise the sentence would refer to present time، فإلا هتبقى بتعبر عن ايه؟ عن وقت ايه؟ الحاضر. يبقى مع going again. اوكي، يعني مثلا لو هستخدم going to، سوري، هستخدم ال present continuous في المضارع المستمر، لازم اقول كلمة بقى ايه تعبر عن المستقبل، زي next week، الاسبوع القادم. I am traveling to Luxor next week. انا هسافر لوكسور، لوكسور next week، الاسبوع تمام. يبقى لازم اتكلم ايه واقول رابط زمني يعبر عن المستقبل، زي ما هنشوف في الجمل كده، عشان اوضح بينها وبين ال present continuous for present action. What are you doing tonight؟ هتعمل ايه الليلة دي؟ ماذا ستفعل الليلة؟ I am visiting my grandmother. انا هزور ايه؟ جدتي. امتى؟ tonight، الليلة. لسه الليلة ما جاتش. ففي المستقبل. I am traveling to Bratislava in 2 weeks time. انا هسافر لمدينة Bratislava in 2 weeks time، في خلال اسبوعين، بعد اسبوعين هسافر. هنا present continuous، بس في هنا ايه حاجة بتعبر عن المستقبل او كلمة بتعبر عن المستقبل، يبقى present continuous هنا بيعبر عن حاجة ايه هتحصل في المستقبل مخطط ليها. My sister is leaving tomorrow. My sister is leaving tomorrow. اختي ستغادر او ستسافر غدا. tomorrow هنا present continuous، مضارع مستمر بيعبر عن مستقبل قريب وفيه رابط ايه زمني بيوضح الكلام ده. تمام؟ اوكي، في اي مشكلة هنا؟ اوكي، نشوف بقى حاجات تانية بتعبر عن المستقبل. other structures suppressing future، تركيبات اخرى تعبر عن المستقبل. زي بقى ايه؟ be about to. be about to دي معناها على وشك ان، وبيجي بعدها ايه؟ او خلاص هيبدأ، حاجة وشيكت ان تحدث، على وشك ان. على وشك ان يعني مثلا ايه؟ انا اقول ايه؟ انا على وشك ان انتهي من المحاضرة، يعني خلاص ايه هخلص المحاضرة. تمام؟ تركيبه هنا بتعبر عن المستقبل. be about to. we can use this structure for actions happening in the immediate future، في المستقبل الحالي، حاجة هتحصل بعد ثانية، على وشك ان هي هتحصل. اوكي، زي مثلا ايه؟ hurry up، اسرع. The ceremony is about to begin. The ceremony is about to begin. أسرع. مراسم الاحتفال على وشك أن تبدأ، خلاص هتبدأ، حاجة على وشك أن هي إيه تبدأ. They are about to kiss each other. Be about to also is often used with just. بستخدم be about mean just، اللي هي معناها إيه؟ حالا. لما اقول ايه خلاص انا هبدأ حالا، على وشك ان انا ابدأ حالا دلوقتي. تمام؟ they are just about to leave، هم على وشك انهم ايه يغادروا ايه توا او حالا او في وقت قصير، خلاص هيمشوا، على وشك انهم ايه يغادروا. be due to برضو زي be about to نفس المعنى، be due to، وبيجي بعدها الانفينيتيف المصدر، be due to، على وشك ان هم ايه يعملوا حاجة معينة. we can use this structure for actions happening at
mediate or known times in future. حاجة هتحصل قريب أو في وقت إيه معروف في المستقبل، بعد دقيقة، بعد نص دقيقة، خلاص دلوقتي حالا. زي مثلا إيه؟ The film is due to start in 2 minutes. الفيلم خلاص على وشك إنه يبدأ بعد دقيقتين. بعد إيه؟ دقيقتين. Half of our employees أو حوالي نص العمال are due to retire in 5 years. على وشك ان هم ايه يتقاعدوا في 5 سنين. هنا قلت وقت معين، تمام؟ هنا حددت ايه وقت معين، known time، وقت معروف. due to بعدها نتيجة لي، نتيجة لذلك معناها بسبب ذلك. وعلى فكرة بيجي بعدها هي كرامة بسبب ذلك، وبيجي بعدها اسم او الفعل مضاف له اي دي جي في الكونجنكشنز كرابط، من رابط ايه السبب، صح كده مظبوط، هي إيه بعدها بسبب. اوكي be on the edge of او be on the point of او be on verge of something. يعني ممكن استخدم be on the، استخدم كلمة edge point verge of something، دي معناها برضو على ايه، على وشك ان، على وشك ان، قريب ان، حاجة هتحصل قريب جدا. we can use gestures for actions happening in the next moment. حاجة هتحصل في اللحظة التالية بعد ثانية، تمام؟ the orcs are on the edge of breaking through the castle gate. orcs هيتكسر، على وشك انه ايه يتكسر خلال ايه بوابة castle، القلعة. حاجة خلاص هتحصل بعد شوية. لا هي كلهم بمعنى واحد، مفيش فرق بينهم. see about to be due to be on the edge او be on the point او be on the verge of something، كلهم بمعنى واحد. of لو بستخدم هنا فعل بعد of، بقى كويس انك فكرتني، تمام، كويس انك فكرتني، شكرا لحضراتكم. لو هستخدم of هنا بقى بستخدم الفعل ايه مضاف له اي ان جي، لان الفعل لما بضيف له اي ان جي بيعبر عن اسم، بيبقى اسم اوف، بحط هنا الفعل اي ان جي مع اوف، لكن تو بيجي المصدر، تو بيجي ايه المصدر. اوكي شكرا لحضرتك، شكرا. بي تو، بي تو برضه معناها على وشك ان، وبيجي بعدها ايه المصدر، بيجي بعدها المصدر. This structure is used to for formal official arrangements. نخلي بالنا هنا بقى. B2 معناها على وشك ان، بس بتستخدم فين؟ في الاتفاقات الرسمية. تمام؟ حاجات رسمية. All students are to take the academic exam at the end of the first year. كل الطلاب سيأدون الامتحان، الامتحان الانجليش الاكاديمي at the end of، في نهاية العام الأول. ده حاجة رسمية بنعملها، حاجة إيه رسمية. يبقى نتكلم إيه بي تو، وبي تو بي دي بستخدمها في الـ present simple am أو is أو are. clone expert، خبراء الاستنساخ، is to clone a human employees. هيستخدموا ايه خبراء الاستنساخ، هيستنسخوا انسان او اجنة، حاجات ايه هتحصل بس علميا او رسميا. the prime minister، prime minister رئيس الوزراء، is to visit Pakistan next month، سيزور باكستاني الشهر القادم.
حاجة هتتم بصيغة رسمية في المستقبل أو قريبة جدا. أوكي، نشوف بقى future tense clause، العبارات اللي هي بتعبر عن مستقبل، العبارات بتعبر عن مستقبل، أو الروابط اللي هي بتعبر، يجي بعدها الجملة اللي تيجي بعدها تعبر عن مستقبل. تمام، يمكن وانتهى في زمن ال present simple لو تفتكروا، في كلمات معينة بيجي بعدها present simple، مضارع بسيط، المضارع البسيط ده بيعبر عن ايه؟ عن مستقبل. In time clause that refer to future time، في كلمات معينة بتيجي، for example close with after، الجمل اللي بتيجي بعد ايه؟ after، as soon as، after يعني بعد، as soon as بمجرد ان، until، حتى، when، عندما، while، بينما. We use present tense، بنستخدم زمن المضارع البسيط فيها، واللي يجي بعدها بيبقى مضارع بسيط، المضارع البسيط ده بيعبر عن ايه؟ مستقبل. زي مثلا ايه؟ Will you wait for me؟ هل ستنتظرني؟ Until I get back، حتى أعود. أنا بقول له إيه؟ حتى أعود، هو لسه إيه ما رجعش. يبقى هنا present simple المضارع البسيط ده بيعبر عن إيه؟ عن مستقبل. Refers to a point of time in the future، لغاية ما أرجع، هو لسه ما رجعش. You can play in the garden، يمكنك أن تلعب في الحديقة. When you have finished your homework، عندما تكون قد انتهيت من واجبك. هنا ايه الزمن ده؟ present perfect، present perfect برضه مضارع، بس هنا ايه؟ لما تكون انتهيت، بقول له ممكن تلعب في الجنينة، عندما تكون قد انتهيت من واجبك، لما تخلص الواجب تلعب في الجنينة، هو لسه ما خلص. هنا بقى emphasize the completion of an event، بأكد ان الحاجة ديت لازم ايه؟ تخلص، لسه ما خلصتش، بقول له تلعب لما تخلص. I will be going، I will be doing some embroidery while you are working on your new book. تمام؟ هنا بتعبر عن استمرارية. ليه يعني؟ ما فيهوش أي صعوبة. تمام؟ زمن المضارع التام present perfect ده احسن زمن في الانجليش، ده من الازمنه اللي انا بحبها في الانجليش. نشوف بقى، لا بجد والله احلى الازمنه في الانجليش، بس انا بقى لو فهمت معناه وعرفت اطبقه كويس هيبقى ان شاء الله ايه، سهل جدا. لا مفيش حاجة صعبة، احنا اللي بنصعب عن نفسنا. طب الجزء اللي فات انا هشرحه على الوايت بورد. اوكي، احنا قلنا الروابط الزمنية اللي هي when، ربنا يبارك فيك، الروابط الزمنية اللي زي مثلا when بيجي بتلخبط شوية، بس انا لو اتعودت عليهم ومارستهم كتير الاقي نفسي الازمنه دي بقى سهله جدا بالنسبه لي. تمام، مثلا عندي ايه جمله زي I will phone you، I will phone you، I will phone you when you arrive، I will phone you when you arrive home. سأتصل بك عندما تصل، عندما تصل إلى المنزل، يبقى لما يوصل بقى، هو لسه إيه؟ ما وصلش.
الكلوز دي اللي بعد وين، او العباره اللي بعد وين، بريزنت سيمبل. الموضوع بسيط بس بيعبر عن ايه؟ عن مستقبل. اوكي، زي مثلا الجمله اللي هي يو كان واتش تي في، you can watch TV after you have dinner. يمكنك أن تشاهد، أو يمكنك أن تشاهد التلفزيون بعد أن تكوني قد انتهيت من أو بعد ما تكوني إيه طبختي العشاء. After you have finished أو after you have cooked. تمام، بعد أن تكوني قد انتهيت أو بعد أن تطبخي العشاء. تمام، تمام كده. اوكي، يبقى اني ايه present بيجي بعد when او after او as soon as. تمام، بيعبر هنا عن ايه؟ مستقبل. تمام، نشوف بقى ايه ال contracted form او الفورم بتاع المستقبل بيبقى ازاي. في بقى contracted form، الصيغة المختصرة، يعني will بلاقيها apostrophe ll، apostrophe ll، زي مثلا ايه she will dance، اللي هي she will dance، will dance، يبقى apostrophe ll هي ايه will. will not، will not بلاقيها want، will not بلاقيها want في النفي. تمام، will not want. declarative sentence، الجملة بقى تصريحية، أو إزاي أعمل جملة في زمن المستقبل. بستخدم ال subject، subject will plus infinitive أو الفعل فين مصدر، زي مثلا إيه I will go to school، I will go to school. wouldn't زيها اه بالظبط، I will go to school. تمام، remember بقى، remember في حاجة لازم نفتكرها. you should never use will، ما نستخدمش will to say what somebody has already arranged. لما يكون واحد صاحبي مثلا مرتب لحاجة، مرتب لحاجة، ما استخدمش ايه will or decide to do in the future، او قرر انه يعمل حاجة في المستقبل، ما استخدمش ايه will. امال ايه استخدم ايه؟ نشوف الجملة كده، Mike is moving to New Jersey next month. مايك ده هينقل نيو جيرسي الشهر اللي جاي، هو خطط على كده وانا عارف ان هو ايه خطط، يبقى استخدم ايه؟ present continuous. لكن ما اقولش مايك will move to New Jersey next month وانا عارف ان هو مخطط على كده، يبقى انا كده بتكلم كلام ممكن ما يحصلش، ممكن ايه ما يحصلش. يبقى في حالة لما يكون الكلام اللي انا بقوله ده مخطط ليه فعلا وخلاص قرار طلع ان هو هيتعمل، هستخدم present continuous او going to. تمام، حاجة تانية بقى future symbol and arrangements، المستقبل البسيط والترتيبات. اخلي بالك لو حاجة مترتب ليها ما استخدمش will، ما استخدمش ايه will، زي Mike is moving to New Jersey next month، دي صحيحة. ما اقولش بقى ايه مايك ويل موف، ما هو خلاص مخطط، يبقى ما استخدمش ويل.
I'm going to visit my friend tonight. أنا ناوي أو قررت أو خلاص خططت إن أنا أزور إيه صديقي tonight الليلة. Not I will visit my friend tonight. يبقى أنا مش مخطط هنا. يبقى لو سلمت will هنا بتدل على عدم إيه التخطيط. تمام؟ Paul isn't free on Thursday. Paul مش فاضي أو ما عندوش وقت يوم إيه الخميس. He is working in his aunt's shop. هيشتغل في إيه محل عمته. تمام؟ يبقى خلاص طب في تخطيط هيشتغل. أوكي؟ حاجة إيه فيها تخطيط. نشوف كده مثال. As you can see the present continuous and the 22 are used to express future arrangements. تمام؟ عندي present continuous و going to بستخدمهم علشان أعبر عن ترتيبات في المستقبل. ترتيبات فين؟ في المستقبل زي ما قلنا إيه؟ في السلايد اللي فات. I think he will regret his choice. أعتقد إن هو هيندم على ايه اختيار ده في الاستخدام ايه التالت use 3 اللي هو ايه prediction without evidence تنبؤ بدون دليل intuition حاجة بديهية او حاجة انا بخمنها. I will come back at 10 p.m. سأعود ايه الساعة العاشرة. برضه ممكن تعبر عن حاجة مش مخطط ليها ماشي أو مستقبل أنا إيه ممكن حاجة شخصية تبني شخصي أو قرار سريع quick decision ممكن وممكن لأ فعلا حاجة مش مخطط لها. If you will keep your watch have an hour slow it's hardly something that you are late for your appointments. هنا حاجة بقى ممكن تحصل أو حاجة أنا بقولها كده من غير ما أكون إيه قاصد ما عنديش أي قصد مفيش نية. John will keep dropping his towel on the floor after a bath. دي عادة بقى حاجة إيه عادة فيه هو على طول بيعمل الحاجة دي drop his towel يعني ايه بيوقع الفوطة فانا بقول ايه اهو جون ده هيوقع الفوطة وهو طالع من الحمام. تمام الجملة اللي فاتت if you will keep your watch ماشي have an hour slow اذا خليت ساعتك وقفت نص ساعة لو عطلت ساعة بس نص ساعة اخرتها It's hardly surprising الصعب انك ايه تكون مندهش that you are late for your appointments اللي انت تتأخر على ميعادك يعني ايه لو اخرت الساعة بتندهش انت اتأخرت على ميعادك حاجة زي كده تهكم بقول انت لو اخرت ساعتك شوية ما تبقاش غير مستغرب بقى لو اتأخرت على ايه ميعادك. هنا بقى يعني في الجملة ديت John will keep dropping his towel on the floor after a bath ما عدا بقى في الشخص. تمام بقول ان جون ده اهو هيوقع الفوطة انا بقول ايه زي ما بقول ده شكله لخمة حاجة ايه متعود انه يعملها على طول هيوقع الحاجة ديت. تمام عادة فيه عادة وبتتكرر. I will visit my grandma at hospital سأزور مين؟ جدتي في المستشفى. Use one and two. Intention without and unplanned actions. حاجة مش مخطط ليها تمام وبقولها من غير دليل. أنا بقولها زوره ممكن ما زورش إيه؟ جدتي. Let's buy the snakes at the supermarket. Snakes at the supermarket. ماشي؟ يلا بينا نشتري سناكس من السوبر ماركت.
it will be cheaper that way. هيبقى رخيص بالطريقة ديت. دي بقى ايه؟ تنبؤ بس بدون دليل، او حاجة بتوقعها من رأيي الشخصي. When I am 16 years old، لما اوصل بقى لسن الستين. هو وصل؟ لسه ما وصلش. لما يوصل، حاجة مستقبل هنا مضارع ايه؟ بسيط، بيعبر عن مستقبل. I will be completely bald. bald يعني اصلع. يبقى ايه؟ اصلع. تمام. ده present simple او close اللي بيعبر عن ايه؟ مستقبل. نشوف بقى في حاجات تانية بتيجي مع will. نرجع ل will تاني. We often use well with. استخدم well ديت مع probably. كلمة probably احتمال، أو من المحتمل. probably most likely برضه معناها إيه؟ المحتمل. آه، لو في دليل تمام بستخدم going to، لكن أنا إيه بخمن من رأيي الشخصي. well بستخدمها مع probably، most likely، ومعناها ايه؟ من المحتمل. زي مثلا حاجة احتمالية انا مش متأكد منها، تخمين. I will probably drop in on anchor. احتمال ان انا ايه؟ drop in on يعني ايه؟ يتقابل مع، او يقابل بالصدفة، او هيعدي على. هقابله بالصدفة كده. I think، أعتقد. I think، أعتقد. This gift is great. هذه الهدية جميلة أو عظيمة. I think we will love it. أعتقد إن إحنا سنحبها. I think، ده رأيي، إن إحنا هنحبها. I'm sure، أنا متأكد. I'm sure، أنا إيه؟ متأكد. It's not going to be boring there. مش هتكون إيه؟ الحياة مملة هناك. I'm sure، أنا متأكد. There will be a lot of boys at your age. هتلاقي إيه؟ أعتقد إيه؟ أو أنا متأكد إن هيبقى فيه أطفال كتير أو أولاد كتير من سنك. I wonder if أو وات أو وين، أي واحدة من دول. معناها إيه؟ وندر. حد يعرف وندر معناها؟ يتعجب أو يتساءل. بالظبط، يتعجب لو أن. It's a bit late. تمام، الجو إيه؟ أو اتأخرت قليل شوية. I wonder، تأخر شوية. I wonder if he will come. أنا بسأل لو كان هيجي. بتسأل لو كان هيجي. It's a bit late، الجو إيه؟ أو الدنيا أخرت. بتسأل إن هو إيه؟ I wonder if he will come. تمام، بتسأل إذا كان هيجي. I expect، I expect، أتوقع، أتوقع. I haven't seen Matthew today. أنا ما شفتش ماثيو اليوم. لم أرى ماثيو اليوم. I expect he will call today. أعتقد إن هو هيتصل إيه بيا بكرة. توقعت. تمام؟ ده بالنسبة للكلمات اللي بتيجي بقى. شو بقى الايه؟ questions، الأسئلة مع will. في الأسئلة مع will، بدل ما أقول he will بقول will he، ببدأ ب will. ده بالنسبة ايه؟ للسؤال بمعنى هل. يبقى ببدأ ب will، subject، verb. will فاعل، وبعد كده ايه؟ الفعل. تمام؟ أشرحها على الوايت بورد أفضل. أوكي.
يعني مثلا I will travel to Luxor. جملة عايز أعمل منها سؤال، هتبقى إيه؟ will، عندي بقى الأي في السؤال بحولها ليو، أنا سأسافر، يبقى اللي هيسألني هيقول لي إيه؟ هل أنت؟ أو هل ستسافر؟ أنت بقى مش معقولة هسأل نفسي will I will you will you travel to Luxor. هل ستسافر للأقصر؟ لو جاوب يس يس I will أو no I won't. تمام؟ yes I will أو no I won't. Will he be surprised when he sees me؟ هل هيندهش أو هيكون مندهش لما يشوفني؟ Will Mark be able to do the shopping before 10 a.m؟ هل مارك سيكون قادر على أن يتسوق قبل 10 صباحا؟ Will there be plenty of people in church؟ هل سيكون هناك الكثير من الناس في الكنيسة؟ كانت church يعني كنيسة. Will you study harder؟ Will you study harder؟ هل ستذاكر بجد؟ هل ستذاكر بجد؟ تمام؟ ده السؤال بمعنى ايه؟ negative sentences، النفي زي ما قلنا في will بستخدم ايه؟ not، I want أو I will not. تمام؟ وبعد كده الفعل في المصدر. I want احنا قلنا will not أو want في ال contracted form، الصيغة المختصرة. I won't take any heavy equipment with me. I won't take any heavy، heavy يعني ثقيل، heavy equipment مش هاخد، لن اخذ اي معدات ثقيلة with me معي. I'm sorry I won't be able to help you with your English today. I won't be able to help you with your English today. لن اكون قادر على ان اساعدك في الانجليزية اليوم، مش هقدر اساعدك في الانجليزي النهاردة. I won't be able to help you with your English today. I expect that Sally will not or won't clean up her room. أعتقد إن سالي مش هتقدر تنظف حجرتها unless you help her. إذا لم تساعدها. unless يعني إيه؟ إذا لم. تمام؟ يبقى will not أو won't في النفي. ناخد ريست دقيقة واحدة بعد الذكر أو دقيقتين كده عشان نيجي بقى لل future continuous. future continuous أستأذنكم دقيقة واحدة بعد الذكر. السلام عليكم ورحمة الله. future continuous مستقبل مستمر. إيه المستقبل المستمر؟ بكل بساطة كده، لما أجي أكون بتكلم عن حاجة هتستمر في المستقبل، أو لما أقول لشخص في الوقت المعين الفلاني في المستقبل هكون بعمل حاجة، هكون مستمر في عمل شيء معين. زي مثلا لما واحد صاحبي وأقول له أنا النهاردة الساعة 8 هكون بذاكر إنجليزي مثلا،
في الوقت ده في المستقبل هكون مستمر في عمل شيء معين. اوكي طيب، ايه بقى البيزك فورم؟ بيزك فورم سبجكت اللي هو الفعل، will بعد كده be، will be يبقى بستخدم ايه؟ subject will be plus verb in continuous form، والفعل مضاف له ing او في صيغة الاستمرار. يبقى فاعل will be زائد الفعل مضاف له ing. زي مثلا نشوف كده مثال: tomorrow at this time، غدا في هذا الوقت في وقت معين، I will be taking my English language exam. سأي هكون بامتحن امتحان اللغة الإنجليزية، أو مستمر هنا في الوقت ده بالظبط هكون بعمل حاجة أو مستمر في عمل شيء معين. I will be taking my English exam. Ben want to be eating. Ben مش هيكون بياكل أو بيتناول the dinner now. مش هيكون بيعمل حاجة ديت، ده في حالة إن أنا أنفي، مش هيكون مستمر في عمل الشيء ده. He usually eats it around noon. هو بياكل فترة الظهر. Will you be coming to the party tonight? هل هتكون حاضر، يعني هتبقى معانا هنا في حفلة الليلة دي؟ تمام؟ يبقى حاجة هكون مستمر فيها او هكون بعملها في وقت معين في المستقبل. نشوف بقى we mainly use the future continuous. هنستخدم بقى زمن المستقبل المستمر to indicate، لكي نوضح او نبين that we will be in the middle of doing something، عشان نوضح ان احنا هنكون في منتصف عمل شيء، هكون شغال في الحاجة ديت in specific time in the future، في وقت معين أو in specified time in the future، في وقت محدد أو معين في المستقبل. هكون بعمل حاجة معينة في وقت معين في المستقبل، هكون مستمر في الحاجة دي. There are two other uses. في بقى استخدامين تاني listed below هنشوفهم دلوقتي. يبقى هو الاستخدام الرئيسي بيعبر عن حاجة هتكون مستمرة في وقت معين في المستقبل، أو هكون في منتصف عمل الشيء ده، اكون شغال في الحاجة ديت دي في المستقبل. اوكي اول حاجة future action and progress زي ما قلنا، احداث مستقبلية هتكون مستمرة. guesses about the present or the future تخمينات عن الحاضر أو المستقبل. polite questions about somebody's intention، polite questions about somebody's intention سؤال أو أسئلة مؤدبة عن نية شخص في عمل حاجة. تمام، بسأل واحد عن نيته في عمل إيه، حاجة معينة. good to know في حاجة لازم نعرفها. if you want to learn about somebody's intention لو عايز تعرف وتتعرف عن نية شخص أو نوايا شخص، عايز أعرف نيته أو إيه الحاجة اللي هيكون بيعملها، you should always use the future continuous. لازم تستخدم إيه؟ من الواجب إن إحنا نستخدم future continuous، زمن المستقبل المستمر، rather than present simple، أفضل من المضارع البسيط. using the future simple، تمام؟ استخدام المستقبل البسيط implies that you want to influence somebody's decision، بيدل على ان انت عايز تأثر في قرارات شخص. انا عايز ايه؟ اقترح عليه حاجات. questions become much more objective. الاسئلة بقى لما استخدم الـ future continuous المستقبل المستمر بتكون اكثر موضوعية. informed in the future continuous لو استخدمناها في زمن. طبعا ما ينفعش افعال الحواس، يعني قلت افعال الحواس كلها ما ينفعش في الازمنه المستمره.
اوكي، قاعدة عامة زي ما قلنا في البريزنت كونتينوس، المضارع المستمر في افعال حواس ما ينفعش استخدمها فين؟ في المضارع المستمر، وبرضه ما بستخدمهاش في اي زمن مستمر. يبقى انا لو سألت السؤال في زمن الفيوتشر كونتينوس المستقبل المستمر بيكون اكثر موضوعية، بيكون افضل. تمام؟ نعمل مقارنة كده. Will you come home? Will you come home? ممكن تيجي البيت، أو هل ستأتي إلى المنزل؟ دي معناها إيه؟ I want you، أنا عايزك to come home، تيجي البيت. تمام؟ أنا عايزك تيجي البيت. أما بقى إيه؟ Will you be coming home؟ هتقدر تكون جاي البيت دلوقتي، تقدر تكون جاي للبيت دلوقتي. هنا ايه؟ just I want to know، انا عايز اعرف هل انت جاي لي دلوقتي. تمام، في فرق بين الاثنين. will you come home، هنا انا عايز الشخص ده يجي البيت، لكن will you be coming home I just want to know، انا عايز اعرف بس هو جاي ولا لا. شوف بقى الاستخدامات. استخدام one، use one، future actions in progress، أحداث مستقبلية مستمرة. The first use وده ال main use، main use الاستخدام الرئيسي. To express future actions، future action in progress. In an hour، بعد ساعة. بعد إيه؟ ساعة. I will be sitting in front of my TV، هكون جالس أمام التلفزيون. يبقى هكون مستمر في عمل حاجة بعد ساعة، هقعد قدام التلفزيون، هكون قاعد قدام التلفزيون زي ما بقول كده، هكون بعمل حاجة. In the evening، في المساء. I will be baking a birthday cake، هكون بخبز. سأكون ايه؟ اخبز، هكون مستمر في عمل حاجة، هكون بخبز تورتة عيد الميلاد. تمام؟ يبقى ده الاستخدام الرئيسي بتاعه. لما اقولها في الوقت الفلاني هكون بعمل كذا. used to guesses، الاستخدام الثاني بقى التخمينات، لما بخمن ايه حاجة. use this tense also to make guesses، عشان ايه؟ اعمل تخمينات about something، عن شيء. in the present، في الوقت الحاضر، او or future، في المستقبل. He won't be coming anytime soon، هو مش هيكون ايه موجود هنا، ومش هيجي في اي وقت تاني. He is still at the office، He is still at the office، ما زال فين؟ في المكتب. بخمن، مش معقول يكون جاي دلوقتي، زي ما بقول كده ايه، هو مش هيكون جاي anytime soon، في اي وقت حالي، هو في فين؟ في المكتب. بيت رايس will be getting married very soon، تخمينات بقى. باتريس هيكون متزوج قريبا او حالا، ده هيبقى ايه؟ بيتجوز في وقت قريب. بخمن، تخمينات. تمام، questions الاسئلة. الاسئلة And the last use of the tense is to make polite questions، علشان أعمل سؤال مؤدب. about something or somebody، عن شيء ما أو شخص ما. will you be coming home before or after 10 PM؟ هل هتكون جاي للبيت؟ هل هتكون ستكون قادم إلى منزلي before or after، قبل أو بعد الساعة 10 مساءً؟ تمام، بسأله عن حاجة بس بصيغة ايه؟ فورمال، بتكون أشيك شوية. will you be going to the market، هل هتكون رايح السوبر ماركت؟ I have something to buy، هل هتكون ذاهب إلى السوبر ماركت؟ أنا عندي حاجة ايه أشتريها. تمام، ده بالنسبة لإيه؟ questions. تمام،
الفورم بقى في ال declarative sentence جملة تصريحية، زي ما قلت بستخدم subject will be plus verb ing ing، زي مثلا ايه I will be making a cake at 9 PM، انا هكون بخبز الكيك او التورته الساعة 9، يبقى الساعة 9 في الوقت ده بالظبط هكون بعمل حاجة. تمام، دي الجملة declarative اهو. شوف مثال she will be having a bath، ستكون بتستحم او بتأخذ حماما when I am back home، عندما اعود الى المنزل، ساعة ترجع البيت هتكون هي بتستحم او بتاخد ايه حمام، بتكون بتعمل حاجة. tomorrow at 9 غدا في الساعة 9 I will be washing off او washing with a hose، بغسل بيه بالمية، بمسح يعني my car السيارة بتاعتي، استخدم الخرطوم، hose معناها خرطوم. تمام، بغسل العربية بتاعتي بالخرطوم امتى؟ بكرة الساعة 9 هكون بعمل حاجة. this time next week في الوقت ده الأسبوع القادم I am going to be throwing a party، هكون ايه بعمل حفلة. برضو ممكن استخدم going to بدل will، تمشي صح، بدل will be والفعل مضاف له ing ممكن استخدم going to be والفعل مضاف له ing، مفيش اي مشكلة عادي. تمام، I will be watching TV، سأكون بشاهد التلفزيون. when my mother arrives عندما تصل ايه امي، ساعة ماما توصل هكون انا بتفرج او مستمر في ايه في مادة التلفزيون. they will be getting home، هيكونوا واصلين البيت just about now، just about now بعد ايه دقايق من الان. notes شوف ملحوظة بقى، ايه بقى خير ايه الملحوظة دي بقى، like any of the future tense زي اي زمن في المستقبل، future continuous المستقبل المستمر، can it be used in sentences begin with while when before by the time if. تمام، يعني المستقبل عامة سواء will أو going to، تمام، أو المستقبل المستمر، أي مستقبل مينفعش أستخدمه بعد الروابط ديت، مينفعش أستخدم مستقبل بعد الروابط ديت، الروابط ديت يا إما أستخدم قدامها زمن present simple أو present perfect، present simple أو present perfect. تمام، ماشي، اتفضلي استاذ منار، مفيش مشكلة عادي، اتفضلي ان شاء الله هتبقى على اليوتيوب وتشوفيها على اليوتيوب. انا خلاص قربت اخلص، فاضل سلايد واحد يعني ممكن دقيقتين ونخلص. مينفعش استخدم ايه مستقبل بعد الروابط ديت. اوكي انا خلاص دقيقة واخلص. نشوف مثال كده، مينفعش اقول by the time you will be finishing your painting، قبل ذلك هتكون قد انتهى او هتكون ايه ستنتهي من، مش ماشي حتى في الترجمة مش ماشي، مينفعش استخدم بعد by the time او while اي صيغة من صيغ المستقبل. اوكي شوف بقى ايه الاستفهام، زي الاستفهام في المستقبل البسيط بالظبط، ببدأ بويل سبجكت الفاعل، بعد كده اكزيلياري فيرب، اكزيلياري فيرب اللي هو بي،
بعد كده الفيرب مضاف له اي ان جي. انا بس يا دوب بقلب بجيب ويل مكان الفاعل، والفاعل مكان ويل. is she going to be cooking؟ اهو هنا بقى برضه بجيب is مكان الفاعل، والفاعل مكان is، نفس الصيغة مع going to. is she going to be cooking when you knock at the door؟ هل هتكوني بتطبخي عندما أطرق الباب؟ لما أكون بخبط على الباب أنت هتكوني بتطبخي. will be using the screw driver. هل هتكون بتستخدم screw driver؟ screw driver ده جهاز أو حاجة إيه منزلقة زي السي دي بتاع الكمبيوتر. will Mark be playing football at 6 p.m. هل مارك هيكون بيلعب كورة الساعة 6؟ هيكون مستمر في اللعب، هل هيكون مستمر في لعب الكورة الساعة 6؟ will، بديت بإيه؟ ب will. اوكي نيجاتيف النفي، زي نفي ال future simple اللي هو ب will، بحط يا دوب كلمة not قدام will. I will not be working، أنا مش هكون شغال at 10 o'clock tomorrow، الساعة 10 بكرة مش هكون شغال. يبقى بحط كلمتين not، وبتبقى will not أو won't. Will not أو won't. We won't be having supper tomorrow before 8 o'clock، مش هنكون بنتعشى بكرة قبل الساعة 8. يبقى الحاجة دي مش هتستمر قبل إيه؟ الساعة 8. I am not going to be learning English tomorrow at this time، مش هكون بتعلم أو لن أكون أتعلم الإنجليزية tomorrow غدا at this time في هذا الوقت، يعني في الوقت ده مش هكون بعمل الحاجة ديت، مش هكون مستمر في عمل الشيء ده. John won't be sleeping now، جون مش هيكون نايم، لن يكون جون نائم الآن، مش هيبقى نايم دلوقتي. I think John isn't sleeping now، أعتقد إن جون ليست نائمة الآن، هو مش نائم دلوقتي. أوكي بيعمل إيه؟ أكيد بيتفرج على التلفزيون أو بيذاكر. بكده نكون انتهينا من المحاضرة بتاعتنا النهاردة، وأعتقد إن الفيوتشر ده من أسهل الأزمنة، من أسهل الأزمنة. تمام؟ في أي أسئلة؟ نبدأ بقى في الأسئلة. ربنا يبارك فيكم. إن شاء الله أنا هرفع الماتيريال دي النهاردة. أوكي ماشي. إن شاء الله. هي الترجمة هتبدأ مع الكورس ده، هيبقوا التلات هنعملهم كنظام كورس دراسي، يعني كأننا احنا في جامعة وبندرس ايه مواد معينة. ان شاء الله هنزل هعمل كورس ليدنج، بس هتشاركوني، هتقروا انتوا، لان انا هقرا النص وانتوا بقى هتقروا، هتشاركوني ولا ايه؟ أكيد إن شاء الله. إن شاء الله أكيد بإذن الله أنا أتفق، أشوف بس مواعيدي، أشوف بس إيه مواعيدي الترجمة إن شاء الله. الاستماع والتحدث برضو إن شاء الله، ما أنا عشان وقتي يعني معلش يعني. لا ممكن نعمل استماع ان شاء الله، بس انا حاطط في دماغي دلوقتي فكرة الريدنج. إيه مالها الأزمنة يا استاذ حسام؟ الترجمة بكرة. ان شاء الله هراجع عليها، ما تقلقش، على كله ان شاء الله في محاضرة كده وهشرحها. احنا بقى هنربط
انا هعمل حاجة حلوة عشان ما نتلخبطش، هو كله خايف من اللخبطة. تمام ان شاء الله. المحاضرة، طب هنخلي الواجب، هنحل الواجب لما نراجع، هنخلي الواجب او ممكن احله المحاضرة الجاية ان شاء الله. انا نسيت ارفعه، معلش انا اسف. المحاضرة بتاعة الترجمة هتبقى بكرة ان شاء الله الساعة 11، ان شاء الله هتكون بكرة الساعة 11. تمام. فنظام بقى الكورس كامل، احنا عندنا جرامر، خدنا كام محاضرة؟ 7 محاضرات جرامر. تمام. وخدنا محاضرتين كونفرزيشن، وهناخد ترجمة. الأستاذ محمد في الدارين قال لي إن احنا هنعملهم كلهم ايه، كدبلومة، زي منهج دراسي كامل هندرسه. تمام. يعني ان شاء الله هتبقى منهج دراسي كامل. بعتي الكتاب مس جودي، كتاب بعتيه على الفيس ولا بعتيه فين؟ على الفيسبوك. الياهو؟ لا، المشكلة عندي الياهو مش شغال. طب انا هحاول اشغل الياهو، هحاول اشغله ان شاء الله، اشغل الياهو وانزله. شكرا لحضرتك كتير، اشكرك. اوكي. واجب امبارح بعتيه على ايه؟ انا الواجب بيتبعت على الجيميل. يا جماعة اللي عايز يبعت اي حاجة بيبعتها على الجيميل، انا بستخدم الجيميل اكتر. هكتب لكم الجيميل بتاعي. انا شفت كتاب جميل، انا شفت كتاب منهم يا استاذ عبد الباسط. الواجب ان شاء الله هيتبعت على الفيس في الجروب. يا ريت بقى يا جماعة اللي عايز اللي عايز يبعت اي حاجة ليا يبعتها لي على الايميل ده، انا هكتبه دلوقتي. اوكي. انا كتبت الايميل اللي حضراتكم ممكن تبعتوا لي عليه اي حاجة. اوكي. مواقع عليه كلمات، المواقع كتيرة والله. في الترجمة هناخد كلمات حفظ، ما تقلقوش، هحضر لكم شوية كلمات حلوين جدا تحفظوهم، وهديكم واجب تترجموه. تمام. العفو، انا تحت امركم. طيب في اي اسئلة؟ المحاضرات اللي فاتت مكتوبة موجودة. لو عايز تحفظ كلمات بطريقة سهلة. الكتاب ماشي على الجيميل. اوكي ماشي، مفيش مشكلة عادي. طريقة سهلة لحفظ الكلمات، انا لو عرفت نطق الكلمة صح احاول اكتبها كتير، اكررها واكتبها، وانا بكتبها بقى انطق الكلمة، وانا بكتب انطق. اوكي، عشان تثبت في ايه، في دماغي. تمام. اي اسئلة كمان؟ طب استاذنكم بقى. العفو حضرتك، شكرا، اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله في محاضرة الترجمة ان شاء الله. ربنا يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله، اشوفكم على خير.